أمام مدرجات فارغة خرج رائد القبة غانما بنقاط اللقاء الذي جمعه باتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي. الشوط الأول كان لصالح الاتحاد خاصة عن طريق الكرات الثابتة، وأولى الفرص الخطيرة كانت هذه جيري ينفذ مخالفة ورأسية ديارة اصطدمت بالعارضة الأفقية للحارس غالم. جيري بلال دائما وراء تنفيذ المخالفات ناحية الزملاء، وهذه المرة رأسية حباش تمر جانبية، وبعدها رائد القبة قام بصنع اللعب وهدد الاتحاد في العديد من المرات وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. في الشوط الثاني نفس الشيء تكرر، محاولة رفقاء القائد زيري لم تفلح، كهذه عن طريق ديارة الذي لم يتحكم في الكرة كما يلزم، وبعدها كاد يحيى شريف أن يفعلها بعد هذا الهجوم المعاكس للرائد، وزيري بلال بعدها يرد بهذه التسديدة التي خرجها الحارس غالم إلى الركنية. وبعد أخذ ورد جاء الهدف الأول بعد هذه التمريرة ناحية عمران الذي راوغ الدفاع، ثم الحارس شويح الذي ارتكب مخالفة وضربة جزاء أعلنها الحكم بلقاسم، نفذها يحيى شريف بإحكام وسجل الهدف الأول لرائد القبة، وهذه إعادة الهدف بالعرض البطيء، الهدف الذي سجله المتألق يحيى الشريف في الدقائق الأخيرة. كاد رائد القبة أن يضيف أهداف خاصة بعد هذه المحاولة الفردية من اللاعب أحميدة يسدد والحارس شويح بالمرصاد. سيطرة رائد القبة تجسدت بهدف ثاني، تمريرة من عليوان تجد رجل يحيى الشريف ليمضي الهدف الثاني له في اللقاء، وهي النتيجة النهائية للقاء الذي انتهى بتفوق رائد القبة بهدفين مقابل صفر في لقاء سادس لرائد القبة منذ ترسيم صعوده إلى بطولة القسم الأول لهذا الموسم. بسم الله.